واحد يصور ويلوح الكل شو تما مالكم ما اشطر بطل انتم صوروا نحن ماشيين هرمش شفتوا المشمش عندك راه عندك فيديو كاع ولن كل كيعرف ان هذه السنه فريق الرجاء البيضاوي فاز بالبطوله 12 وكانت هذه فرصه باش نحتفلوا كباقي الجماهير الرجويه غير هذا الاحتفال عنده طابع خاص لانه كان على شكل رهان بين ولد درب سلطان بيناتهم ان الكل كيعرف ان هنا عندنا الودادين وعندنا الرجويين كان رهان مع واحد الودادي اللي معروف في الساحه الوطنيه اللي هو ابعاش عبد السلام بما ان الرجاء ربحات كان ضروري انه يوفي بالوعد ديالو وجاب لنا الحلوه ديال البطوله باش نحتفلوا كاملين الوقت اللي جاب الحلوه كان السي عبد الحق جالس هو والاصدقاء ديالو ارتئينا مجموعين اننا ندفعوه ولا نهجموا عليه باش يشارك معنا الفرحه انتقلنا للطابله اللي كان كيجلس فيها طلبنا منه يدير معنا صور طبيعة الحال كالعادة لأنه الكل كيعرف أن عبد الحق إنسان متواضع محبوب في المنطقة دائما وأبدا كيساعد الدرويش وكيوقف بجنب الدرويش وكيبغي يفرح ولاد الدرب طلبنا منه في الطلب بشرط أن واحد فينا هو اللي يصور يتوزع الفيديو على باقي الإخوان اللي تصوروا بطبيعة الحال أنا اللي صورت الفيديو ومني سالينا الحفل وزعنا على الإخوان كيفاش وصل الكل أن كيتساءل باقي لحد الآن ما عرفناش وغالبا غيكون واحد منا هو اللي سربوا الأصدقاء ديالو الأصدقاء ديالو غيكونوا بدورهم سربوا الأصدقاء أخرين هو اللي خلاه أنه ينتشر بسرعة كبيرة وفائقة وبشكل كثير وبالتالي كان ضروري انه يوصل للراي العام وفي المواقع التواصل الاجتماعي غير للتوضيح فقط ان قبل ما نجلسوا معه في الطابله كان هو والاصدقاء ديالو الاخوان كانوا دايرين الكمامات طبيعه الحال ما يمكنش نقطعوا الحلوه وناكلوا الحلوه وحنا دايرين الكمامات كما الان انتم كديروا معنا اللقاء وحنا ما يمكنش غندير كمامه ونبقى كنجاوبكم كمامه هذا عرس ديال فريق الرجاء اللي كنحتفلوا به في المقهى ديالنا هذه مقهى حنا كنعتبروا مقر ديال ولاد الحي هذا نادي كبرنا فيه الودادي وفيه الرجاوي والكل كان مسرور ديك بالفوز ديال البطوله وبالتالي كتبان لي الامور عاديه اننا نحتفلوا في جو عائلي بفوز الرجاء الناس اللي كيستغلوا كنقول الناس اللي كيستغلوا الفيديو للاساءه لسي عبد الحق خيام سي عبد الحق خيام معروف انه وطني ملكي يحب هذا البلد يسعى دائما اننا نعيش في امن وامان كباقي الاخوه اللي كينتموا للسلك سواء الدرك الامن الملكي ولا الامن الملكي الكل مجند ان بلادنا تبقى امنه وبالتالي ما غاديش نسمحوا لشي واحد اللي غادي يسيء باستعماله ذاك الفيديو لهذا الوطن. قبل ما تخرجوا شاركوا معنا على قناه 8 مارس وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.